شفنا التعليقات الصحفية والجماهيرية الجزائرية، نشوف بعض النقاد الرياضيين الجزائريين تعليقاتهم إيه على مواجهة الأهلي والوفاق. المباراة راح تكون صعبة جدا بالنسبة للفريقين، بالنسبة لوفاق سطيف وبالنسبة للأهلي المصري. مباراة العودة ستلعب على الجزئيات الصغيرة، خاصة أن الوفاق سيكون تحت ضغط النتيجة بما أنه متأخر بنتيجة هدفين مقابل صفر في مباراة الذهاب. هنا في سطيف كل شيء سيلعب نقولوا في الشوط الأول، لأنه في حال ما سجل الوفاق في الشوط الأول ستكون معطيات أخرى ينقص الضغط على لاعبي الوفاق. في حال عجز الوفاق عن التسجيل في الشوط الأول ستكون معطيات ويكون ضغط آخر في الشوط الثاني. الوفاق يبحث عن إسبقية تسجيل الهدف الأول ثم الثاني، لأنه المباراة في حال ما تعادلت تذهب إلى ركلة الترجيح، هناك يكون كلام آخر. وإن كانت الثلاثية والريمونتادا إن صح هذا التعبير، فالوفاق متعود على مثل هذه المنافسات الكبيرة، خاصة وأنه لعب الوفاق في هذه في الأونة الأخيرة أصبحوا يتحملون ضغط المباريات الكبيرة، والوفاق تعود على هذه المنافسة لأنه يطمح للتأهل إلى النهائي الثالث في تاريخه. بالمقابل الأهلي المصري هو في سطيف ويدري جيدا ما يعمله، خاصة وأنه بأريحية مقارنة بوفاق سطيف. فيما يخص الجمهور، الجمهور سيكون غدا يعني بكثرة، لأنه كل المعطيات تتحدث هنا في سطيف للتنقل إلى الملعب لإعطاء الدعم وأن يكون اللاعب رقم 12 في التشكيلة الصيفية. لحديث في الشارع الرياضي، نعم حضور يعني الملعب سيكون مكتظ عن اخره، والملعب لانه ستطرح التذاكر غدا بحول الله، التذاكر ستباع يعني في كرمح البصر، لانه الاصداء في الشارع الرياضي الصيفي كلها عن مباراه الاهلي المصري. الكل يعلم انه هذا هو الوقت بالذات الذي يكون فيها الجمهور الصيفي خلف لاعبي الوفاق سطيف، ولاعبي الوفاق يدركون انهم بحاجه الى دعم الفريق، فقط الجمهور مطالب بالدعم حتى اخر دقيقه، لانه في كره القدم تلعب حتى صافرة النهاية. كما تعلم المقابلة لن تكون مقابلة سهلة على الطرفين، حتى وإن كان الأهلي متفوق في نتيجة بهدفين، لأن المعطيات التي كانت في مقابلة الذهاب ليست نفسها التي ستكون في لقاء العودة. بالنسبة للوفاق تحضيراته كانت في المستوى، هذه المرة كانت أكثر هدوء وأكثر راحة بالنسبة للاعبين، يعني بعد راحة عدة لاعبين في مقابلة الدورين خلافا لما كان عليه الحال في لقاء الذهاب، أين شارك أغلبية لاعبي الوفاق في مقابلة الشبيبة قبل التنقل إلى مصر. بالنسبة لوضعية التعداد كما تفضل المدرب المغربي رشيد طاوسي في الندوة الصحفية صباحة اليوم، قال بأنه كل التعداد جاهز ومستوى حتى المستوى البدني يعني نسبة الجاهزية بأمئة العناصر، هذا يمنحه خيارات ربما أفضل مما كان عليه الحال في مقابلة الذهاب. توقعات بالنسبة للمقابلة، هذا مستبعد جدا أنك تتوقع كيف سيكون سيناريو هذه المواجهة، يعني لا يمكن حتى أن نتوقع كيف سيلعب نادي الأهلي المصري، يعني النادي الأهلي المصري صحيح متفوق بنتيجة بهدفين، ولكن لأن نتوقع بأن الأهلي سيركن للخلف أو سيلعب بخطة دفاعية هذا أمر مستبعد، حتى ولو كانت النتيجة يعني 2-0 تؤهله بارتياح. تتوقع أن نتوقع بأن الوفاق راح سيدخل مندفعا للهجوم، هذا أمر أيضا يمكن حتى استبعاده، حتى ولو كان الوفاق يبحث عن نتيجة 2-0 لمعادلة النتيجة قبل البحث عن هدف تأهل أو ركلة ترجيح الفاصلة للتأهل، لأنه واجب التحفظ سيكون مطروحا بالنسبة لكارتيرون وبالنسبة للمدرب رشيد الطوسي أيضا. عموما المقابلة أكيد سيكون مستواها مستوى عالي وتكون برتم مرتفع جدا، لأن الوفاق سيبحث عن لعب الكل في الكل من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل، وإن كانت مهمة في مقابل تفاؤل الجميع بأن الوفاق قادر على أن يكون في النهائي. هناك دائما ويجب التحفظ والعقلانية الذي يفرض بأن المهمة ستكون صعبة جدا بالنسبة لوفاق سطيف. نادي الأهلي حقق قدم ونصف الدور النهائي بعد الفوز المحقق في القاهرة بهدفين دون مقابل، لكن حظوظ وفاق سطيف لا تزال موجودة. نادي عنده طموح كبير، خاصة أنه كان شبه مقصى من هذه الدورة، قدر يعود في المنافسة هذه ويلحق الدور نصف النهائي. نقدر نقولوا الحظوظ لا تزال متقاسمه بين الفريقين، مباراة راح تكون صعبه وصعبه جدا. نقدر نقولوا مباراه الغد راح يسودها تركيز كبير، حماس كبير. انا نقول تاهل وفاق سطيف راح يكون حضور كبير وكبير جدا غدا، لان الوفاق سوف يلعب كل حظوظه من اجل التاهل الى الدور النهائي. راح يكون حضور كبير جدا، راح يشكل
الشك كبير النادي الاهلي طبعا، لان نعرفوا الحماس تاع الجمهور الجزائري والجمهور خاصه وفاق سطيف، جمهور وفاق سطيف اللي معتاد بهذا المباريات كما هذوما اليوم، راح تكون راح يكون حماس كبير قبل.